نجدد التحية ونوثق هذه اللحظات الطبيعية. طيور أبي قردان تلتقط الآفات من الأرض الزراعية كما نشاهد. سبحان الله، يقال دائما أن طيور أبي قردان صديقة الفلاح، ويرجع السر أنها تلتقط أي آفات من الأرض الزراعية. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. شاهد ما هذه اللحظات الطبيعية، وطيور أبي قردان تقوم بالتقاط الآفات. منظر رائع. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نوثق لهذه اللحظات، وطيور أبي قردان تلتقط أي آفات في الأرض الزراعية. ما زلنا نوثق. طيور أبي قردان تقوم بالتقاط الآفات. نعم، هي صديقة مخلصة للفلاح وصديقة للبيئة. إذن نوثق لهذه اللوحة الطبيعية الرائعة، طيور أبي قردان تعيش وسطنا وكأنها في محمية طبيعية.